تنقلتي من دور لدور لدور لحديت ما اجى مفصل اساسي بحياتك المهنيه واللي هو دور بوسينا بمسلسل زمن العار. صحيح. لرشا شربتي. صحيح. هذا المفصل هذا شو غير عندك جواتك؟ كنتي وقتها متزوجة وعندك دهب. كان عندي دهب. ايه. هذا هو عم نشوفه. صحيح. والدور صار عليه إجماع عربي وأخذتي عليه جائزة أدونيا كأفضل ممثلة دور. صحيح. أول. صحيح. أخذت عليه أكثر من جائزة. ايه؟ وقتها كان الدور فظيع، النص ايه؟ كان فظيع، العمل كله. شو كان عمل عندك أنت كسلافة نقلة كشخصيتك إنه أنا هلأ نقلة مفصل بحياتي، طوى صفحة عندك بحياتك، فتحتي صفحة جديدة مع شيء جديد، شو عمل؟ هلا هو كان منعطف كثير مهم هذا الدور، لانه انا قبل كنت عامله ادوار كثير بس هي كانت الحاله تراكميه، يعني انا كنت حاول اكون انتقائيه بانه انت اشياء مميزه اقدر اترك فيها شيء مختلف، يعني اعمل فيها شيء مختلف. لما اجاني النص تبع زمن العار فهو كان صار الوقت بقى لاني اقدر اعمل بطوله مطلقه. تمام. بس ما كانت بطوله مطلقه عاديه. يعني ما كان دور عادة نحن بنصوصنا بتبقى البنت البطولة المطلقة للذكر قليلة كثير النصوص اللي فيها بطولة نسائية بهذا الشكل. بالإضافة لأنه كان غالبا حتى إذا في بطلة نساء يعني بطلة أنثى فبده يكون في شيء له علاقة بالحب وبال بدها تكون هاي الشخصية كانت مختلفة، كان طرحها كثير مختلف حقيقي كثير. فحسيت إنه أنا في بين إيدي مادة هي اللي هلا نجيب نصير طبعا نجيب نصير وحسن سامي يوسف، يعني هو الورق مادة عم تقول لك تعي مسليني تماما، المادة تعي مسليني وبس معمولة بطريقة فظيعة، النص حتى دراميا النص محبوك بشكل كان سوبر ممتاز. صحيح. لما عملته أنا عملته بقمة الاستسلام للشخصية وللدور، فعلا بقمة الاستسلام يعني، وكنت متعاطفة مع الشخصية بشكل رهيب ومتفهمتها بشكل رهيب، لانه دخلتي على كل البيوت العربيه يعني بقوه شديده، بكل بيت في بوسينا يعني بكل عائله في بوسينا 100% اكيد. تمام. يعني نقلتي بعده اجاكي ما ملكت ايمانكم. صح. اشتغلتي بعدين بمصر مع الكبير يحيى الفخراني. يحيى الفخراني. هاتي لشوف قولي لي شو اختلف عندك بالشغل بالتقنيات بين سوريا ومصر لما وقفتي قدام قامه مثل قامه يحيى الفخراني، اللهجه كيف تعاملتي معها، التقاليد هنيك كيف بالشغل بالعمل؟ هلا البروسيس بيشبه بعضه كثير بالعمليه بتشبه بعضها، بس لما انا عملت هذا العمل بمصر كانت الدراما المصريه اصلا بلشت تعمل نقله كثير متميزه على مستوى صناعه الدراما، على مستوى الشيء التقني اللي له علاقه بالكاميرات بالاضاءه بالاختصاصيين اللي موجودين بالست، صار في نقله كثير مهمه. وانا اكثر شيء وقتها هنيك لفتني انه اللي عم بيشتغلوا كلهم شباب، شباب جدد، خريجين سينما وشباب جدد، فهذا انت بتقدري تخيلي قد ايه بيكون عم بيعطي دم جديد للعمل وللحاله. والنص كان سوبر رائع. دكتور يحيى كان يعني اذا بدك هذا الشخص فنان وممثل بكل ما تعنيه الكلمه من معنى، لانه انت ايمتى بتعرفي الممثل؟ لما بيتجرد بيكون قامه كثير كبيره بس هو بالست قدام الكاميرا بيتجرد من كل هي التفاصيل اللي هي عناوين كبيره لها علاقه بقامته، وبيكون ممثل فقط عم بحس ويتواصل معك. هدول الكبار لانه الكبار هيك فعلا بيكونوا. اي فعلا فعلا.